معنا من أدنى راضي السعد، مسؤول الارتباط في الدفاع المدني السوري وأصحاب الخوذ البيضاء. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد راضي. التفاصيل طبعا أنتم على علم بكل تفاصيل الميدان، تحديث لهذه التفاصيل لو سمحت، وبالتالي أي جديد أيضا فيما يتعلق بالوضع الإنساني. هلا بداية تم قصف مدينة سراقب البارحة ليلا ببرميلين متفجرين من طيران مروحي. بالأثناء الاستجابة الأولية تبين عناصر الدفاع المدني أنه هذا البرميلين نحو غازات سامة. أصيب 3 أشخاص من عناصر الدفاع المدني، بالإضافة إلى 6 أشخاص كانوا متواجدين بالمنطقة. العدد الكامل للمصابين هو 9 أشخاص، بيناتهم 3 من عناصر الدفاع المدني اللي استجابوا في البداية بسبب عدم معرفة نوع الهجمة اللي قامت فيها الطائرات. تم تقديم الإسعافات الأولية داخل مركز الدفاع المدني اللي شملت على خلع ملابس المصابين وتقديم الإسعافات الأولية وغسل الجسم. طبعا تم نقلهم بعد خارج مدينة سراقب، لأنه مدينة سراقب هي منطقة مدينة منكوبة حسب ما أعلنت المنظمات والمؤسسات المدنية اللي موجودة بسراقب. تم نقل هدول المصابين لمدينة سرمين. طبعا هذا الاستهداف مو الأول خلال هذا العام، هذا الاستهداف الخامس اللي كان قبله 3 بالغوطة الشرقية و2 بإدلب. عدد المصابين الكامل حسب ما وثقته فرق الدفاع المدني بالغازات السامة هو ما يقارب 47 شخص، من بيناتهم أطفال ونساء. نعم، طيب في ما البديل اليوم؟ نتحدث أيضا بسبب القصف عن الذي يرجح بأنه روسي على مستشفى معرة النعمان بريف إدلب، وبالتالي يعني أوقفها هذا القصف عن العمل. بصراحة هاي نحن عم نواجه هاي المشكلة من البداية، من بداية التدخل الروسي اللي عم يستهدف المنشآت المدنية والطبية باستهداف مباشر، وكان في استهداف سابقا لفرق الدفاع المدني والمشافي. ما يقارب 90% من المشافي اللي موجوده بادلب هي خارج الخدمه بسبب القصف الروسي، اما قصف سابق او قصف تم خلال الهجمه اللي صارت خلال هذا الشهر. حاليا فرق الدفاع المدني عم تعاني صعوبه كبيره بنقل المصابين وايجاد مكان لاسعافهم له. ريف حماه الشمالي ما في مشافي، ريف ادلب ايضا، معره نعمان سابقا كان في قصف على مشفى السلام اللي هلا هو خارج الخدمه، ومعره النعمان اللي كان هجوم امبارح. قبله كان في هجمه كثير كبيره على سراقب، واول ما تم الاستهداف تم استهداف المشافي والمنشات المدنيه. انا اشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات التي افدتنا بها. من أدنى راضي السعد، مسؤول الارتباط في الدفاع المدني السوري وأصحاب الخوذ البيضاء.